اذا عندك الام بظهرك من الجلوس اشتغل معي هذول الثلاث تمارين راح يريحوك. اول تمرين بمسك من هون، شوف المسند من هون، بسحب ظهري للخلف، بعبي صدري هواء، نظري للألم بسحب فوق، واحد بثبت برد ارجع. شوف كيف من هون، هاي واحد، اعمل فراغ كامل، قوي ظهرك للخلف، هاي واحد، برد ارجع. تمام. ثاني تمرين، شوف انا هون ماسك الكرسي، وسع رجليك، دوران، واحد هون هيك، شوف هذا الشكل، بثبت 15 ثانية. باجي للجهة الثانية برضو بثبت 15 ثانية. التمرين الثالث ممكن انزل 10 مرات، 15 عدة، بنزل تحت، بوصل، بحاول اوصل ابعد مدى تحت، 1 2 3 برد ارجع للخلف، برجع للتمرين الاول، اوكي، برد ارجع هون، 1 2 تحت، طلعت فوق، هاي كررتها 10 ل 15 مرة، اوكي.